ينزل الفريقين مثل ما انتم شايفين في مثل هالمنظر الرائع هذا، والجماهير تكاد تملأ الاستاد تقريبا لتشاهد وتستمتع بهذا اللقاء الكبير، لقاء طنجة وروي، لاعبين روي لابسين الفانيلات الحمراء بيحيون الجماهير على الاستاد، يرمون الزهور لهم. خذنا الصور التذكارية، فريق فنجة في وسط الملعب تأخذ له الصور التذكارية. اليوم بالنسبة لفنجة مغير طريقة اللعب عن اللي شاهدناها في المباريات الماضية، بيلعب بطريقة 4-3 أو 3-3-4، كرة بالوسط، والظاهر أن الكرة راح تتسنتر لفريق فنجة. وقته معاي، راح تبتدي المباراة بعد ثواني تقريبا. جون بيتلر أخذ مكانه، اسمه سيد فهر بن تيمور وزير شؤون الشباب نائب وزير الدفاع، اسمه السيد عباس بن فيصل، اسمه السيد سلطان بن حمد، اسمه السيد لاد بن حمد السمار وزير العدل، سعادة وكيل وزارة شؤون الديوان السلطاني، سعادة وكيل وزارة الإعلام، عدد من كبار المسؤولين بالدولة. سنترت الكرة ولعبة فنجة. محمد ناصر ياخذها لعبد الرحيم، حاول ياخذها، 9 فنجة بيحاور 9 اللي هو سليمان علي. سليمان تروح لروي، لكن راسه 7 محمد سليمان من فريق محمد حارب، يستلم الكرة الأول مرة أحمد حارب ياخذها، بيحاول يمشي فيها لكن في فاول لأول مرة. أحمد المحمد لـ8 اللي هو علي أكبر، داخل علي أكبر الـ12 غلام مراد، ياخذها غلام وبراسه طلع غلام مراد 12 ويحطها داخل، الله بالحرب. عبد الرحيم بيستلم 14 من فريق فنجة، يرجعها لحارس المرمى عبد الأمير عباس، عرضية لعبد الرحيم، أرضية أحمد حارب، 9 سليمان علي، يستلمها سليمان علي، استلمها داخل محمد ناصر، حاول يطلع محمد ناصر ومعاه 3، محمد ناصر بيشوتها لكن ضعيفة برا الملعب، ضربة مرمى. 10 عبد القادر خليفة، لاعب كبير، لاعب مستواه، مثلنا في دورة كأس الخليج الثالثة اللي أقيمت في الكويت، وكرة ملعوبة خطرة خط 18 حارس المرمى مقبول، أحمد بيرجعها للدفاع. الحقيقة الكرة هذه نقدر نقول بأنها تقريبا خطرة لو استغلها مهاجم فنجة، لكن بتروح لحارس المرمى مقول أحمد من فريق روي بيده داخل. 8 علي أكبر يأخذها ولا محمد ناصر، ما أخذها تروح لي علي أكبر، تصطدم فيه الحقيقة لما طلعت من الملعب، وظاهر أن الكرة رفعت تماس لصالح فنجة التي ستقام في بغداد السنة القادمة أو في دورات أخرى. للمحمد ستروي، ما أخذ الكرة للمحمد، بيشوتها داخل عبد القادر خليفة براسه بكل الهدوء، تروح لي 8 علي أكبر داخل خط 18 ومشترك مع 9 خالي، الله الله، شايفين الفرصة الجميلة بتروح مرة ثانية لروي، 9 مراد محمد ممكن يستغل الكرة هذه. مراد محمد فرصة في الدقيقة تقريبا 19، 9 في الدقيقة 9 عفوا في الدقيقة 9 من الشوط الأول، مراد محمد ممكن الكرة هذه يستغلها أفضل، تروح مرة ثانية لفنجة، فرصة جميلة لفريق روي. محمد حارب طالع في الكرة لعبد الرحيم، الله في خط 18 وبيشوت، جول 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 عبد الرحيم في الدقيقة 10، عبد الرحيم جول دقيقة 10 من الشوط الأول، عبد الرحيم فنجة. مثل ما أنتم شايفين وسامعين المشجعين والجماهير طبعا، لو فنجة كسبت المباراة. كرة حلوة عبد الأمير عباس مرة ثانية، جميلة جميلة الكرة هذه. أيضا روي نقدر نقول أنه هجمتين ممكن يستغل الفرصتين هذول. المرة طبعا فريق فنجة حصل على كاس موسم 74، كرة ملعوبة لسليمان علي 9، سليمان علي بيحاول يطلع، سليمان علي 9 من فريق فنجة وبيشوتها عرضية، حارس المرمى مقبول أحمد مشترك معاه 7، الله بيرجعها مرة ثانية دبل كيك وتروح لحارس المرمى مقبول أحمد. محمد سليمان حلوة، محمد سليمان رقم 7 من فريق فنجة بيرجعها دبل كيك مرة ثانية، لكن مقبول أحمد بتروح لفريق روي. طبعا مباراة اليوم مباراة مصيرية بالنسبة للفريقين، لأنه طبعا المباراة على الكاس وهي آخر مباراة، وطبعا بالنسبة لفريق فنجة حصل على بطولة موسم 74 و75 و76، بالنسبة لفريق روي وصل طبعا للمرة الثانية إلى
كرة ملعوبة، فريق روي بيلعبها 14 عبد الرحيم، تروح مرة ثانية لروي نقلتين، بيحاول يطلع فيها روي خمسة اللي هو عبد الواحد قاسم، وطالع عبد الواحد قاسم داخل، حلوة مصلح الكرة هذه يوسف هاشم، الله 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 الله، مرة ثانية فرصة في تسلل، جون فيتلر، واضح جون فيتلر، تسلل عبد القادر بيرجع للكرة، عبد الأمير خط 18 كرة بيحطها لعبد القادر، كل الهدوء، فريق فنجة بين عليه متمكن واثق من الكرة، تروح لفريق روي قاطعها روي، تروح ل 14 خليل مراد، خليل ناقل خليل مراد وطالع واحد واثنين، حلوة خليل، تروح لتسعة ولا روي بيشوتها مباشرة مباشرة روي، لكن عبد الأمير عباس، عبد الأمير عباس بيمسك الكرة هذه، حلوة الكرة، حلوة الكرة، فريق روي شات شوتة جميلة، بتروح مرة ثانية 14 خليل مراد معاه، بتروح ل 12 وخليل نقلتين لتسعة، الله الله الله، مرة ثانية عبد الأمير عباس، يا سلام، تسعة مراد محمد، محاولة جميلة فريق روي، لكن ممكن تشكل الكرة خطورة ولا لا؟ طبعا لو شاتها ومشى فيها أحسن شوية وشاتها بعدين كان أفضل، شاتها مباشرة من برا خط 18 مسكها حارس المرمى عبد الأمير عباس، عبد الرحيم حاور سليمان علي تسعة، تروح مرة ثانية لفريق فنجة ثمانية، حمد حارب ثلاث نقلات بالعرض، استلمها محمد ناصر، حلوة محمد، تروح ل 12 من فريق روي، حاول ياخذها، اشترك معاه سالم ناصر لحمد حارب لعلي ناصر، مرة ثانية بسليمان علي داخل، محمد ناصر سريع، محمد ناصر شايفينها 11، محمد ناصر بيعكسها، الله الله، مقبول أحمد حارس المرمى، حلوة ضربة حرة، طبعا في حيطة فنجة، فنجة عاملين حيطة، والكرة هذه ممكن لو يستغلها المهاجم يعني تشكل خطورة بعض الأحيان، ملعوبة الكرة، الله الله، بشوتها مرة ثانية يرجعها نقلتين، لا يا روي مرة ثانية، لا ممكن يلعب الكرة أفضل روي، تنشات هذه بعد النقلة الثانية ممكن يلعب الكرة على طول مباشرة في المرمى، لا هو حاور فيها أكثر من لزوم وسلمها الاثنين غلام مراد، لكن سالم ناصر ما حط له أي فرصة، طلع الكرة منه أوتسايد، رفع التماس، تروح لعبد القادر خليفة عشرة، ثبتها عبد القادر يلعبها لحمد حارب براسه، لكن 13 لعلي أكبر من فريق روي، تروح لسالم ناصر فريق فنجة نقلتين، مرة ثانية روي قاطعها، محمد ناصر مشترك مع علي أكبر من فريق روي، نقلة جميلة لعبد الرحيم، غلام داخل لسالم ناصر فنجة، ملعوبة مرة ثانية، علي ناصر حاول ياخذها، تسعة مراد، الله يا مراد، ومرة ثانية 12 غلام مراد داخل خط 18، لا 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 لا، ها ها ها، يا سلام، حرام حرام، كرة جميلة، فرصة عظيمة، فرصة لا تتعوض، 18 مقبول أحمد حارس المرمى بيستلمها بكل الهدوء لعلي أكبر، وحلوة علي، يا سلام ل 12 غلام مراد، غلام مراد طالع، غلام مراد وفعلا خذها، غلام مراد يا سلام، خط 18، الله، حرام يا غلام، حرام يا غلام، بعد ما بذلت الجهد الممتاز هذا ممكن تصلح الكرة أفضل، وصلحها فعلا مثل ما قلت لكم، مثل ما ملاحظين معاي فريق روي بيهجم، بيهجم فعلا بالرغم من أنه هدف في مرمى، بيهجم، كرة ملعوبة على أكبر نقلتين لفريق روي بالعرض، بشوتها لغلام مراد، لكن غلام مراد ما بيتمكن الكرة تطلع منه أوتسايد، مثل ما شفنا قبل شوية أعزائي، شفنا كرة مثل هذه ما استغلها روي، نشوف اشتغلها الكرة هذه ولا لا، خلي مراد بشوت وشات فعلا ضربت في الحيطة، ترجع مرة ثانية لحارس المرمى عبد الأمير عباس بكل الهدوء، ياخذها عبد الأمير عباس، ملعوبة الكرة مرة ثانية تروح لي محمد سليمان فريق فنجة نقلتين، ثمانية حمد حارب، وطالع حمد حارب خط 18 بشوت أرضية، الله 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 الله، شوفوا معاي الكرة الجميلة والفرصة الغالية في الدقيقة، في الدقيقة 36 تقريبا، طبعا بعض الأحيان في دفاعات إضافيين اللي هم العارضة، العارضة صدت كرة جميلة ما ممكن حارس المرمى يعمل فيها أي شيء، مقبول أحمد، وأيضا بعد ما راحت منه ملعوبة الكرة خطيرة، آه 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 مرة ثانية جول فنجة حرام، كرة حلوة، جول فنجة، سليمان علي في الدقيقة
37 في الدقيقة 37 سليمان علي حط الكرة هذه. عبد الرحيم سليم والهدف الثاني أحرز اللاعب سليمان علي من عبر الكورنر. روي بيلعب هدف 18 وعبد الأمير عباس ومشترك معاه ومرة ثانية. الله 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 على الكرة. يا سلام، كرة ملعوبة لفريق روي. وطبعا نقدر نقول انه مباراة شيقة جدا جدا، لأن المباراة نهائية والمباراة على الكاس، ولو فاز اليوم فنجي طبعا راح يتسلم كاس البطولة، ولو أحدث روي مفاجأة طبعا لا بعيد أيضا على كرة القدم أن تحدث فيها مفاجآت. طبعا ما نقدر نقول أنه فنجي متقدم بهدفين ويصفر حكم المباراة الأستاذ أبو وحيد معلنا عن نهاية الشوط الأول من مباراة فنجة وروي، ومن لقاء روي وفنجة الكبير الذي يتحقق اليوم على استاد الشرطة الرياضي بالوطية. أيها الأخوة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحييكم مرة أخرى مع بداية الشوط الثاني من مباراة اليوم بين فنجة وروي. سنترت الكرة لروي واللعبة بيلعبها روي داخل لخمسة علي ناصر من فريق فنجة، بتروح مرة ثانية لعبد الرحيم، بيستلمها فنجة. طبعا فنجة الآن عن يسارك وانت قاعد الآن على التلفزيون بتشاهد المباراة، وروي عن اليمين من فريق روي اللي هو الدفاع. طبعا مثل ما قلت لكم من بداية الشوط الأول عبد الواحد قاسم قادر ان هو يملأ منطقة الدفاع ويدخل بالوسط ويشارك المهاجمين ولاعبين خط المنتصف، بتلعب الكرة داخل مرة ثانية. الله، فرصة جميلة في خط ال 18. ها 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 مرة ثانية. الله يا خليل فرصة جميلة، ممكن يعكس الكرة هذه بالزاوية، لكن وين بيحطها مشترك مع الدفاع الحقيقة. خليل مراد مثل ما قلنا لاعب ممتاز. مرة ثانية اثنين سليمان علي، تروح لفنجة سليمان علي طالع فيها سليمان علي وخذها فعلا، بيحاور وطالع من واحد واثنين وحطها لحمد حارب ثمانية، بثبتها على فخذ حمد حارب وطالع فيها ولاف حمد حارب بيشوتها. عبد الرحيم نقلتها لحمد حارب وجنب خط المنطعش وخطيرة و13 لحارس المرمى مقبول أحمد، نفس الخطأ اللي ارتكبه لما أحرز الهدف الثاني، نفس الخطأ. حارس المرمى المفروض لما تترجع له الكرة بإتقان وأيضا ترجع له في الوقت المناسب، كرة مهاجمين أمامي ممكن أرجع الكرة في الوقت المناسب أو طلع الكرة أو أفضل. فطبعا مثل ما شاهدنا الهدف الثاني كان نتيجة خطأ فعلا، انفلتت الكرة. الله، مرة ثانية في خط 18 حارس المرمى مقبول أحمد ومشترك معه ثمانية حمد حارب، لكن مقبول أحمد بيضحي فعلا، بيضحي ويأخذ الكرة من بين قدم حمد حارب. ملعوب 14 خلي مراد معاه مشترك، لكن علي ناصر شات كرة طويلة عالية برا الملعب أو سايد، رفعة تماس صالح روي. يوسف هاشم لاعب أيضا سريع، ما أشوف أي سرعة لليوم، وطبعا مثل ما شفناه في مباريات الماضية ولاعب سريع ويعتمد عليه فريق روي في خط الجناح. ملعوبة فريق روي نقلتين، بتروح لثمانية علي أكبر اللي شايتها بالعرض داخل خط 18. الله 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 مرة ثانية عبد الأمير عباس، شوف الفرص معاي، لا ما أقدر أصدق. طبعا كرة ملعوبة جميلة، فرصة جميلة لال محمد، مش معاه 13 مجيد مراد، وشات مجيد مراد داخل براسة اللي هو 12 غلام مراد. الله 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 مرة ثانية عبد الأمير عباس، يا سلام كرة جميلة. شوفوا الفرص معاي خط 18، انا ما اقدر اقول اي كلام، اقدر اقول هارد لك لروي، لان فعلا بعد الكرات الحلوة الجميلة هذه والفرص السانحة هذه لا ممكن فيها الكرة هذه كلام ثاني لو استغلها روي. وطبعا ما فرصة وفرصتين وثلاث، أقدر أقول حوالي 7 فرص في الشوط الأول، وفي الشوط الثاني شفنا حمد حارب يحاول يأخذ حمد حارب، فعلا شايفين الجماهير سامعين الجماهير معاي بيصفقون لحمد حارب لما يطلع في أي كرة حلوة. حمد حارب لاعب معروف، لاعب لمستوى، بيلعبها لخلي غلام مراد 12 بيحاول فيها، قطع عبد الرحيم طالع فيها غلام مراد بيحاول وخذها فعلا، صلحها لنفسه حط علي أكبر داخل، يا سلام داخل مرة ثانية معاه. تطلع أوتسايد ضربة مرمى، في مرمى لعب مباراة اليوم عظيمة ولعب كرات أرضية مثل ما شاهدنا في الشوط الأول، ومن بداية الشوط الثاني حد الآن تقريبا 13 دقيقة من الشوط الثاني الفريقين بلعب الكرة حلوة كورنر
كورنر ثالث كورنر للشوط الثاني لصالح فنجة. طبعا اقدر اقول انه فنجة ايضا يلعب كرات حلوة و طبعا قادرين يوصلوا الفريقين لمرمى بعضهم بعض، لكن هنا يعني يبقى استغلال الفرص مثل ما قلت لكم قبل شويه، استغلال الفرص هو اهم شيء، فلو الفريق يستغل الفرص، وطبعا كره القدم خاصه يحتاج تستغل اي فرصه وفي اي دقيقه، معاك 45 دقيقه و45 دقيقه ممكن تستغل اي فرصه تسمح لك امام المرمى. ملعوبه كورنر، حارس المرمى مقبول احمد بيطير لها في الجو، حلوه، مقبول احمد بيرجعها ل غلام مراد، شوتها داخل لمين؟ طالع الكرة ومعاه عبد القادر وثمانية علي أكبر، عبد القادر بيرجعها وبيلف فيها عبد القادر، خمسة عبد الواحد قاسم ومجيد مراد، 13 من فريق روي، طالع 13 لمرة ثانية علي أكبر، عبد الواحد قاسم ثبتها، عبد الواحد قاسم رجع مرة ثانية لفريق روي، نقلتين ثلاث أربع نقلات، يحاول روي ينقل غلام مراد براسه لكن تطلع الكرة ضربة مرمى صالح فنجة. عبد الأمير عباس مثل ما أنتم شايفين أعزائي المشاهدين راح يجيب الكرة، طبعا جماهير مثل ما أنتم شايفينهم على الاستاد بيستمتعوا بلقاء اليوم ومباراة اليوم، المباراة المهمة على كأس جلالة السلطان المعظم لكرة القدم، طبعا هي آخر مباراة، هي مباراة البطولة، وبالنسبة للمباريات الماضية بالنسبة للأعوام الماضية حصلت فنجة على بطولة 74 75 76 وبطولة 77 حصل عليها فريق ظفار، وبالنسبة لفريق روي يصل للمرة الثانية إلى هذه المباراة النهائية. طبعا المباراة الأولى أيضا وصل كرة ملعوبة حمد حارب، ثمانية من فريق فنجة بيحاول يأخذها حمد حارب وطالع فيها ومشترك معاه آل محمد في فاول واضح، فاول واضح فعلا، فاول لفنجة على آل محمد، طاح الكرة في فاول لصالح فنجة. لاعبين فنجة كما انتم شايفينهم، حمد حارب رقم ثمانية وخمسة علي ناصر، تسعة سليمان علي، كلهم واقفين امام الكرة، عبد الرحيم ايضا 14 واقف امام الكرة، من اللي راح يشوت؟ بيشوت الظاهر عبد الرحيم، عبد الرحيم اللي بيشوت بيشوت، لا تسعة سليمان علي، لكن وين؟ لا يا سليمان، بيشوتها فوق المرمى، فوق المرمى بعيدة حواله بثلاث ياردات اربع ياردات تقريبا عن الخشبة، وتطلع الكرة ضربة مرمى صالح روي. 16 دقيقة من الشوط الثاني تقريبا، والنتيجة لا زالت 2 فنجة لا شيء روي. طبعا هدفين جو في الشوط الأول، ملعوبة الكرة من ضربة مرمى، عبد الواحد قاسم يشترك مع سليمان علي براسه لال محمد، ستة بيرجعها بالعرض لاثنين خدا بخش، بيلف فيها خدا بخش لنفسه وخذها خدا بخش، لكن طلعت منه أوتسايد، رفعة تماس، حمد حارب مشترك معاه بيرفعها رفعة تماس لمحمد سليمان، محمد سليمان نقلتين لحمد حارب، حمد حارب بيشوت داخل، مقبول أحمد حارس المرمى وخذها فعلا، مقبول أحمد حارس مرمى روي، شوت داخل طويلة وعالية بتروح لأربعة، عبد الرحيم 14 بيستلم الكرة، فنجة ناقل نقلتين ثلاث، طالع عبد الرحيم، لا ما في أي شيء، الظاهر أن عبد الرحيم بيحاول أن هو شو اسمه، وراحت كرة مرة ثانية بتروح لفريق روي، طبعا عبد الرحيم كان يحاول أن هو يحصل فاول، ولعبة كرة في تسلل ولا لا؟ طبعا حكم مباراة، كان حكم مباراة اللي هو محمد عبد الرسول كان رافع الراية، لكن حكم مباراة بيقول لا، ضربة مرمى لحظات وشات فعلا، شات تروح لي سبعة محمد سليمان مشترك معاه خدا بخش، يوسف هاشم من فريق روي بيعدي، يوسف هاشم بيحاور وطالع، يوسف هاشم سريع، يوسف مثل ما قلت لكم قبل شوية، مرة ثانية في خط 18 تروح فريق روي، 14 خلي مراد وبيشوتها، الله يا خليل، الله مرة ثانية، الله مرة ثانية، وتروح دربكة وحرام، مرة ثانية وفرصة في خط 18 وبتثبت وأرضية وبيشوتها، الله الله، ما اقدر شيء اقول، فريق روي، فريق روي بيشوت على المرمى، خليل مراد اول شوته من شوتاته المعروفه، خليل مراد معروف بشوتاته القويه، سليمان ثبتها على كيفه وطالع فيها احمد سليمان، بتروح مره ثانيه لفنجه، سبعه محمد سليمان طالع فنجه وحاول على احمد سليمان، سبعه من فريق فنجه داخل لفريق فنجه، محمد ناصر 11
لحمد حارب اللي طالع من هناك بعيد. محمد حارب يا سلام يا حمد، بيصلحها لعبد الرحيم خط ال 18. اها بتروح مره ثانيه، يا سلام خطيره. حمد حارب وعبد الرحيم نقلتين بيلعبون 1 2. مره ثانيه ترجع عبد الرحيم، لو صلحت الكره له هذه وطلع فيها ممكن تحقق نتيجه، لكن دخل عليه مهاجم هجمي. مشجعين فنجا مثل ما انتم شايفين فرحانين وسعيدين. رجع محمد سليمان، طالع محمد سليمان ما مراقب محمد سليمان وبيشوتها بالعرض داخل خط ال 18 براسه، مشترك مع عبد الرحيم سليم، ثبتها على صدر عبد الرحيم سليم داخل مشترك معاه مره ثانيه بتروح لفنجا، لكن بيطلعها مدافع روي، تروح مره ثانيه لفنجا نقلتين. محمد ناصر لعبد الرحيم سليم خط 18، تروح لخمسه عبد الواحد قاسم من فريق روي، وتسعه سليمان علي، تسعه سليمان علي خط 18 سليمان علي طلع من واحد واثنين بيحاور مع سليمان علي، شايفينه تلعب الكره مره ثانيه تروح لي سليمان علي وطالع فيها مع سليمان علي، صلاح عبد الرحيم خط 18 وبيشوت جول 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 عبد الرحيم، جول عبد الرحيم، جول الدقيقه 28 28 او 29 29 اللاعب عبد الرحيم سليم اللي وضع الهدف الاول في الدقيقة 10. عبد الواحد قاسم لفريق روي بينقلها نقلتين روي، يلا روي نشوف كرة احلى. عبد الواحد قاسم مرة ثانية وطلع عبد الواحد قاسم فعلا، عدى من اللاعب سالم ناصر، عدى بشوتها داخل، يا سلام الله 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 عبد الامير عباس، وحرام حرام، لا لا يمكن، فرصة جميلة جدا 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 جدا. فريق روي لا، فريق روي لا، فريق روي ما موفق اليوم. يا غلام مراد، يا غلام مراد، هارد لك روي، حلوة فنجة. خمسة عبد الواحد قاسم يحاول يطلع من روي، لكن مرة ثانية سليمان علي. حمد حارب خط ال 18 وبيا حمد حارب وحارس المرمى، ومرة ثانية وبالمرمى جول، وبالمرمى جول، وأربعة جول، ومحمد ناصر جول، جول محمد ناصر، محمد ناصر جول. في الدقيقة 34 يحط فنجة هدف الرابع، وبتروح لفنجة لكن روي بياخذها اللي هو ثلاثة. عبد الرحيم غلام لي روي مرة ثانية نقلتين، نقر روي أحسن، نقر روي أحسن. ها 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 حلوة. جول 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 روي 14 خليل مراد في الدقيقة 36. خليل مراد جول، حلوة خليل مراد، بيحط هدف لفريق روي بعد ما طلع من الدفاعات. حاول حارس المرمى عبد الامير عباس يطلع للكره، وطبعا كان خليل مراد ضم الكره احسن، بيحطها بالزاويه محرز الهدف الاول لفريق روي في الدقيقه 36. امامنا 9 دقائق من مباراه اليوم، هل روي تحاول تعوض، هل فنجة تحافظ على الفوز؟ وهذا ما نقدر طبعا نقوله بعد ما احرز روي هدف واحد الان. وملعوبه تسعه سليمان علي، تسعه سليمان علي بشوت، الله الله بالزاويه، كان قصده يحطها بالزاويه 90 في المقص، لكن حارس المرمى مقبول احمد ثمانيه علي اكبر، يسلم الكره علي اكبر ينقل روي مره ثانيه، غلام مراد نقلها فعلا طالع فيها روي، لكن في تسلل، محمد عبد الرسول بيقول تسلل، تسلل على روي. روي بعد ما اجى الهدف الرابع حاول ان هو ينقل كره احلى، فعلا حط هدف خليل مراد ممتاز بعد ما حاور في الدفاعات وطلع في عبد الامير عباس، بيشوت الكره داخل تعدي خط المنتصف، حمد حارب براسه داخل مره ثانيه، بتروح لخدا بخش اثنين بيصلحها لال محمد، ولال محمد لخدا بخش، وخذها خدا بخش ولا لا، تسعه سليمان علي لمحمد سليمان، لكن تسلل جون بيتلر بيقول تسلل لصالح روي، تسلل. حمد حارب حاول يطلع في الكرة، حمد حارب بشوت، الله 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 الله، جول 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 فنجا، جول حمد حارب، جول جول حمد حارب، جول في الدقيقة 38
بحق حمد حارب. الهدف الخامس، خمسة فنجة واحد روي. حمد حارب بيحطها أرضية زاوية على حارس المرمى، مقبول أحمد حارس مرمى روي. خمسة فنجة واحد روي ملعوبة. خليل مراد بيحاول يلعب الكرة، لعبها فعلا، بتروح مرة ثانية لروي خط 18، لكن ما في مهاجمين، مهاجمين الظاهر انهم من فريق روي. انا اقدر احمل مهاجمين فريق روي اليوم مسؤولية كبرى، لانه حقيقة ما كنت اتمنى اشوف العرض هذا احلى شوية. طبعا كرة ملعوبة، لازم يبادل الهجمات، فعلا شفنا هجمات لكن استغلال الفرص كان مش جيد. علي ناصر بتروح لي ثلاثة اللي هو عبد الرحيم غلام، مرة ثانية فنجة بيستلمها سالم ناصر من فريق فنجة، وفعلا خذها خمسة علي ناصر، ياخذها نقلتين فنجة ثلاث نقلات، لكن تطلع الكرة ولا لا؟ لا ما طلعت، منقولة فنجة، أربع نقلات تروح لفنجة مرة ثانية وخذها عبد الرحيم سليم. حاور حمد حارب بيطلع فيها، حمد حارب لسليمان علي، يا سلام يا فنجة، يا سلام، الله الله، حارس المرمى مقبول أحمد، حلوة فنجة، حول عشر نقلات بإتقان جميل، فنجة أحسن فنجة، أحسن فنجة، بيلعب كرة حلوة فعلا، بينقل كرة أحلى، ومن حقه أنه يفوز فعلا بجدارة. إذا فاز اليوم بيفوز بجدارة فعلا، لأن هجماته أحلى، نقلات الكرة أحلى. روي بيلعب غلام مراد، حاول يصلحها مرة ثانية، علي أكبر ثمانية بيدور فيها وبيلف وبيطلع وبيحاول يأخذها، وخذها ومحتفظ فيها، بيشوتها داخل لتسعة مراد محمد خط 18، غير الكرة يا مراد وشوت عرضية بدون محاورة وشاتها فعلا، لكن بيطلعها كورنر ولا لا؟ مش كورنر، حارس المرمى عبد الأمير عباس بيمسك الكرة، عبد الأمير عباس بيشوت الكرة داخل، حمد حارب بيشوتها منقولة ثلاث نقلات، لال محمد بيشوتها قوية من أمام مهاجم فريق فنجة. محمد ناصر خمسة، علي ناصر، حمد حارب ثمانية، ثلاث نقلات، سليمان علي تسعة، 11 يوسف هاشم، ومشاركة من روي تروح لي حمد سليمان مرة ثانية، روي مرة ثانية، سليمان علي تسعة، بتروح لي عبد القادر خليفة اللي ناقلها نقلتين ثلاث، بتروح مرة ثانية لي علي ناصر خمسة، يا سلام يا فنجة، نقلات جميلة فعلا مثل ما قلت لكم أعزائي المشاهدين، مثل ما أنتم شايفين معي على الشاشة، تروح مرة ثانية عبد الرحيم سليم بيحاول ينقل فيها، عبد الرحيم سليم بتروح لمحمد سليمان، نقلتين أربع نقلات خمس نقلات فنجة، سليمان علي تسعة حاور فيها، سليمان بيشوتها داخل لي معاه مشترك حمد حارب بصدره، بيحاول يثبتها بصدره حمد سليمان، لكن تروح مرة ثانية اللي طالع فيها روي بيشوتها قوية، تسعة سليمان علي قطعها مثل ما قلت لكم مقطوعة، كرة روي مقطوعة، بتروح مرة ثانية لعلي ناصر خط 18، علي ناصر بيصلحها داخل، الله الله، لمقبول أحمد حارس المرمى، حارس المرمى 41 دقيقة من الشوط الثاني وأمامنا أربع دقائق، هل ممكن روي تجيب نتيجة؟ ما أعتقد، لأنه خمسة أهداف مقابل هدف واحد، لا أستطيع أن أقول بأن روي تحاول تعوض، لأن من خلال مشاهدتنا المباراة ومن خلال ملاحظتنا لسير المباراة من بداية أول ثانية من المباراة كان فنجة فعلا أحسن من روي. كرة ملعوبة عالية، بدأت مباراة تكون أحلى شوية، في دائما المباريات دائما هذه العشر دقائق أو الخمس دقائق الأخيرة بيسمونها الدقائق الحرجة، الحرجة، الدقائق الحرجة هذه دائما بتحمل مفاجآت وبتحمل، طبعا اليوم لا أعتقد أنها تحمل مفاجآت لكن تحمل كرات حلوة، ملعوبة الكرة فنجة، لكن روي بتروح مرة ثانية، فنجة بيقطعها أربعة، روي مرة ثانية اللي هو علي أكبر بتحاول ينقلها، روي طالع فيها فعلا، تروح مرة ثانية فريق روي ثمانية، علي أكبر بيحاول يأخذها، أخذها ثمانية علي أكبر، بيحاول اثنين حمد سليمان مشترك معاه من فريق فنجة، حمد حارب بيحاول يطلع فيها، حمد حارب ثمانية مشترك معاه محمد عبد الرسول أو يوسف هاشم، لكن بتروح لحارس المرمى عبد الأمير عباس، عبد الأمير عباس ماسك الكرة، أمامنا ثلاث دقائق تقريبا من الشوط الثاني والنتيجة لا زالت خمسة فنجة واحد روي، ملعوبة الكرة، فنجة طالع فيها محمد ناصر لسليمان علي، بيلعبها سليمان علي، بيحاول يطلع سليمان علي تسعة مثل ما انتم شايفينها، وبيشوتها داخل بالعرض لمحمد ناصر، شايفين ما حد ماسك محمد ناصر، طالع فيها حمد ناصر بيشوتها بالعرض مرة ثانية، لكن براسه 13 مجيد مراد قطع الكرة لحمد حارب، وسط روي مفكك جدا فعلا، حمد حارب خط 18، حمد حارب بيطلع من واحد واثنين ويحاور، يا سلام، حرام، لازم تقطع الكرة هذه، ملعوبة الكرة مرة ثانية فنجة، بيستلم كل الكرات فنجة، شايفينه بيستلم كل الكرات، حمد سليمان ومقبول أحمد وجنب القائم، يا سلام، حلوة حلوة، كان مقبول أحمد طلع في غير وقت، يعني في وقت غير مناسب، لكن بتروح مرة ثانية لفريق فنجة
تروح لي فنجة مرة ثانية خمسة علي ناصر بيحاور فيها علي ناصر طلع فعلا طلع علي ناصر. فريق قوي ما هم قادرين يمسكوا أي كرة شايفينهم محمد ناصر 11 هم اللي ماسكين الكرة فنجة وبراس محمد سليمان الدفاع روي فنجة ضاغط فنجة ضاغط حمد حارب بيحاول ياخذها وخذها فعلا وبيشوت جول جول حمد حارب جول 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 حمد حارب جول 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 في الدقيقة 44 ستة ستة فنجة واحد روي يا سلام يا فنجة يا سلام يا فنجة كرة حلوة كرة بزينها أرضي أرضي والنبي أرضي كرة ملعوبة فعلا 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 كرة جميلة منقولة فنجة بينقل أحلى جماهير مثل ما أنتم شايفين بيشجعون الفريقين بيشجعون الفريقين وطبعا جماهير فنجة هم اللي بيشجعون فريق فنجة ملعوبة الكرة يوسف هاشم 11 يحاول ياخذ الكرة حمد حارب طالع معاه حمد حارب يوسف هاشم يحاول ياخذها خذها فعلا بتروح مرة ثانية فريق فنجة نقلتين أربع نقلات خمس نقلات فنجة مسيطر على الكرة فعلا سبعة محمد سليمان عبد الرحيم تروح لفنجة فنجة مرة ثانية روي فنجة روي فنجة فنجة بيشوتها داخل فنجة محمد سليمان اللي طالع سبعة وطالع فعلا محمد سليمان وبيحاول ياخذها سبعة محمد سليمان بيشوتها داخل عرضية عبد الرحيم تسلل جون بيتلر مساعد الحكم بيساعد الحكم اليوم جون بيتلر محمد عبد الرسول بيحكم مباراة الأستاذ أبو وحيد طبعا مباراة سيرة سير طيب جدا ما شفنا أي انذارات إلا انذار واحد للاعب فنجة في بداية الشوط الأول على ما أعتقد أن الثواني الأخيرة ومثل ما يسمونها المعلقين الرياضيين المعلقين الرياضيين دائما بيوصفون الدقائق الأخيرة هذه أو الثواني الأخيرة بالثواني الحرجة للفريقين لكن أقدر أقولكم الثواني الحرجة أو الدقائق الحرجة هذه تكون للمباراة اللي فيها ممكن يعوض الفريق لو كانت النتيجة 1-0 2-0 3-0 معقولة ويصفر حكم المباراة الأستاذ أبو وحيد معلنا عن نهاية اللقاء الكبير اللقاء الذي يتحقق اليوم وتحقق على ملعب استاد الشرطة الرياضي بالوطية بين فنجة وروي على كأس حضرة صاحب الجلالة السلطان قابوس المعظم حفظه الله قائدا وبانيا لمسيرتنا المباركة فحفظ الله جلالة السلطان المعظم وطبعا مباراة اليوم هي المباراة النهائية على كأس جلالته هذه اللفتة الكريمة الرياضية وتختتم هذه اللقاءات بعد أن وزعت الكؤوس ووزعت الجوائز فتحية للقائد وتحية للرائد تحية للشباب
جلالة السلطان قابوس المعظم لهذه الرعاية، ويعزف الآن السلام السلطاني.